الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان يا سادة، وإنما بالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية في محاولة للي الذراع، هي نوايا مغلفة واستهداف للقرار المغربي. لن نقبل أي ضروس في حقوق الإنسان، ولن نقبل الابتزاز والمساومة السياسية. فالجميع يعلم واقع حقوق الإنسان بأوروبا. أين حقوق الأقليات المشردة داخل التراب الأوروبي؟ أين الاتهامات التي وجهت لفرنسا بسبب سياستها المتعنفة تجاههم؟ أين حقوق اللاجئين؟ أين وضعية المسلمين المضطهدين والذين أصبحوا عرضة للاستفزاز والإساءة لعقيدتهم؟ أين شكاوى المنظمات لدى الاتحاد الأوروبي بسبب اضطهاد فرنسا لعدد كبير من المسلمين؟ تحالف عالمي مكون من 25 منظمة مدنية ومنظمة غير حكومية من 11 دولة قدموا شكوى وطالبوا بفتح إجراء رسمي ضد فرنسا أمام محكمة العدل الدولية بسبب الإسلاموفوبيا. وقدم التحالف شكوى مفصلة إلى رئيس المفوضية الأوروبية ضد فرنسا بسبب فرضها لميثاق الأئمة التمييزي والمخالف لحقوق الإنسان، لأنه يفرض رقابة على حرية التعبير بطريقة لم يسبق لها مثيل في القانون الأوروبي. كيف سقطت مبادئ وقيم الجمهورية الخامسة في مستنقع الاجتهاد والقهر؟ وكيف تحولت المبادئ إلى شعارات زائفة؟ وكيف انقلبت الحرب على الإرهاب إلى إرهاب حقيقي على الإنسان؟ إنه تنكر ليس فقط لشعارات اليوم، بل لكل قيم الحضارة الغربية ونبل ميثاق الثورة الفرنسية. وأنتم تعلمون أن أغلى ما أنجزته الثورة هي الحرية الدينية.